مساء الخير يا شباب، هنحل مع بعض الـ50 للخمسة من 200 ل 250 بإذن الله. أول سؤال عندك بيقولك إيه أميتر واير وسبولد أند إتس رينس إنكريس 4 تايمز. خدت بالك وسبولد بمعنى كلمة ريشيبت، دي كلمة من الكلمات اللي بتعرفني زي ريشيبت ريفورمد ري وإخواتها، يعني ريميلتد ريووندد أي ري وحاجة، أو درون يونيفورملي أو ستريتشد أو كومبريسد. كلمة من الكلمات دولت معناها إن الفوليوم بتاعي كونستنت. ويعني ايه الفوليوم كونستنت؟ يعني الاريا لو زادت مرتين اوتوماتيك اللينس قل مرتين، الاريا لو زادت 4 مرات اللينس قل 4 مرات. ليه؟ لان الفوليوم بيساوي اريا في ايه؟ في لينس، فهي معناها ان الفوليوم كونستنت، فلازم ده يبقى ثابت. فعشان ده يبقى ثابت، لو ده زاد 2 ده قل 2، لو ده قل 3 ده زاد ايه؟ 3. بالحته ديت كده نقدر نحل السؤال بمنتهى السهوله. هو قال لك اللينس زاد 4 مرات، فالاريا ايه؟ يبقى قلت 4 مرات. طب مش الاريا بتساوي باي ار سكوير؟ طالما الاريا قلت 4 مرات، اللي قلل الاريا 4 مرات ان الريديس يكون قل كام مره؟ مرتين، لان 2 سكوير ب 4، يبقى الريديس ديكريز تو هاف قل مرتين، والفوليوم قبل بيساوي الفوليوم بعد عشان هو قال لك ريشيب. وبعد كده بيقول لك تو كالكليت ذا ريزيستنس، تعالى بس نرفع الدنيا فوق شويه. Calculate the resistance of the wire using the significance of its size from the relation. هو ال R بتساوي resistivity في لينس على area، وال volume بيساوي area في لينس. فهو حاطط لي تحت ال R، كده كده دي مستبعدة لأن هي لازم resistivity فوق. فتعال نشوف دي ونشوف دي. resistivity في area في لينس على لينس سكوير، هيطير السكوير مع السكوير، يبقى ريزيستيفيتي في اريا على لينس. هل ده صح؟ طبعا غلط، يبقى ده كمان غلط. ريزيستيفيتي في لينس سكوير على فوليوم اللي هو اريا في لينس، هتروح السكوير مع لينس، يبقى ريزيستيفيتي في لينس على اريا، يبقى طبعا الاجابه الصح سي. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك the resistance of fire after pulling its resistance before pulling. طيب هو القانون بيقول ايه؟ هو قال لك اللينس زاد 4 مرات، وقال كلمة من الكلمات يبقى R1 على R2 بتساوي لينس 1 على لينس 2 all power 2. مش اللينس زاد 4 مرات، يعني لينس 2 بتساوي 4 لينس 1. هشيل لينس 2 وحط مكانها 4 لينس 1، هيطير لينس 1 مع لينس 1، 1 على 4 سكوير يديني 1 على 16 كروس مالتبليكيشن، ده في ده هيساوي ده في ده، يعني R2 في 1 اللي هي R2 هتساوي 16 R1، بالتالي R2 زادت 16 مرة يبقى 16 تايمز. وصراحة الراجل هنا محترم عشان مش حاطط لي 16 واحد على 16. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك electric conductivity of the wire before pulling and ماشي. طب ما احنا عارفين يا جماعة، مش هو سلك واحد نفس السلك؟ اتشد، اتمط، اتضغط، اتهبل في دماغه، ايا من يكن الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي، طالما سلك واحد دايما ايه؟ واحد. لان كلمة resistivity او conductivity نوع المادة. هل انا شديت السلك نوع الماده اتغير؟ لا. ضغطت نوع الماده اتغير؟ لا. فكده كده مش فارقه، هو انا كده كده دايما الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي طالما وان واير يبقى ايه؟ العلاقه بينهم ثابته. If the resistivity of wire before pulling is rho e and the length of wire pulling is l and after pulling 4l so its resistivity برضه rho e. دي اللي احنا لسه قايلينها مع بعض دلوقتي، ان الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي طالما سلك واحد ما بيتغيرش. نروح للسؤال اللي بعده. سؤال 207 بيقول لك the equivalent resistance of the figure is. طيب واضح جدا ان انا هنا هشتغل ايه؟ بوينتنج. هدي النقطه دي رقم 1، وبما ان دي كده سلكه فاضيه هتاخد 1. طب والنقطه دي هتاخد 2، وبما ان دي كده سلكه فاضيه هتاخد 2. طب يبقى عندي بين 1 و2 2 ار بارلل مع 2 ار، ار بارلل مع ار يبقى ار على 2 يبقى نص ار. وخلاص اعتقد اصلا الشكل ده من كتر الحل بقى محفوظ، اللي هو عامل كده ان بين كل 2 نودز بارلل ايه؟ مع بعضهم. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك ايه تو كوندكتورز اوف سيم لينس. فانا كده اوتوماتيك فهمت ان لينس واحد قد لينس 2. تعالى احل معاك اكن انا زي زيك بفكر في سؤال معاك اهو. اند سيم كروس سكشن اريا، سوري، يبقى اريا واحد قد اريا 2. اند فروم تو ديفرنت ماتيريالز، يعني بالتالي الريزستيفيتي الاولانيه مش قد الريزستيفيتي الثانيه. The resistivity of first conductor is twice resistivity of second conductor. يعني resistivity واحد بتساوي 2 resistivity 2. And when each of them is connected separately with same potential difference. يعني voltage واحد قد voltage 2. أنا بترجم عمال أطلع الجيفن اللي هو بيقوله لي.
the intensity of current passing through the first wire ايه علاقتها بالتاني؟ طب هي مش ال I equal V على R؟ هما نفس الفولتج، فولتج ثابت، وال R ممكن اشيلها واحط resistivity في لينس على area تحت اللي تحت يطلع فوق، فبالتالي الاريا برضو ايه؟ ثابتة واللينس ثابت، يبقى علاقة الكرنت بالresistivity inverse. طالما resistivity واحد اتنين resistivity اتنين اوتوماتيك، يبقى current اتنين هو اتنين current ايه؟ واحد، يبقى current واحد نص current ايه؟ اتنين. current واحد ايه؟ half the intensity of current. بس عرفت منين انها نص عشان بتوع علمي علوم؟ يبقى I1 equal I2 على اتنين يعني، ف current واحد نص current ايه؟ اتنين. نروح للسؤال اللي بعده. يقول لك ايه؟ in the shown circuit the ratio between the electromotive force of battery to the current intensity passing through circuit is equal to، يعني عايز ال V B على I. بص الخبص مش عايز يقول لك عايز R total. الراجل بدل ما يقول لك عايز R total قال لك عايز V B على I. طب ما V B على I ليه ايه؟ R total بس R صغير. مستر حضرتك عرفت منين؟ من قانون، القانون بيقول I total equal V B على R total plus R صغير، ده قانون اومز لو فور كلوز سيركت. ف V B على I total تديني ايه؟ R total بس R صغير، وار الصغيره اوتوماتيك هنا بكام؟ بزيرو تقريبا، يبقى هو عايز ار ايه؟ توتال. كهرباء هتمشي كده كده كده، هتعدي على 2 بلس، تيجي هنا تتقسم طريقين، هتتقابل هنا، الطريق ده فيه 15 والطريق ده فيه 10، يعني 15 في 10 على 15 بلس 10 يعني 150 على 25 يعني 6، يبقى 6 دوت قيمته الفعليه 6 زائد 2 يبقى 8 اوم، يبقى ار توتال او في بي على اي توتال في الشكل دوت بتساوي 8 اي اوم. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ ان ذا سيركل شون ان ذا فيجر ذا فاليو اوف ار از ايكوال تو كام اوم؟ ايش دي مساله فيها بطاريه؟ بدايتي واضحه ومعروفه، اي توتال ايكوال في بي على ار توتال بلس ار الصغيره. الفي بي راجل كتر خيره مدياني ب 120 والاي دي ب 10، هل دي توتال ولا مش توتال؟ قال لك اي كرنت داخل للبطاريه او خارج من البطاريه هو اكيد اي ايه؟ توتال. يبقى 10 بتساوي الفي بي 120، ار الصغيره ما جابش سيرتها ولا الدهاني تبقى في زيرو. ار توتال عباره عن 8 زائد 5 بارلل مع ار، يبقى 8 بلس 5 في ار على 5 بلس ار، 120 على 10 12، 12 هتشيل منها ال 8 ماشي، هتطلع ال 24. شيفت سولف يا شباب نحلها، وزي ما قلت هنزل لكم فيديو تقريبا مستر احمد هيعمل لكم فيديو للايه؟ لشيفت سولف وننزله لكم باذن الله. نروح للسؤال اللي بعده. يقول لك هنا ايه؟ if the reading of the voltmeter before closing the switch is 10 volt، يعني قبل ما اقفل المفتاح، يعني معنى صح والكي اوبن الفولتميتر قرا 10 فولت والكي كلوزد قرا 8 فولت الفولتميتر. And the reading of a meter، الاميتر قرا 2 امبير. The value of each، عايز ال R و R الصغير. طيب انا كطالب لازم اكون فاهم كويس جدا ان طالما هو الفولتميتر ده حوالين ايه؟ حوالين بطاريه. الفولتميتر لو حوالين بطاريه والكي اوبن على طول من غير تفكير هو بيقرا ايه؟ الفي بي. والكي كلوزد بيقرا في اكسترنال. طب بتاعي كده الراجل قصد يقول لي ايه؟ من الاخر الخلاصه ان الفي بي ب 10 فولت والفي اكسترنال ب 8 فولت، فاوتوماتيك انا فهمت ان الفي انترنال ب 2 فولت. مستر ليه؟ لان البطاريه بتقسم مجهودها جزء بره وجزء ايه؟ جوه. طب بالله عليك مش في انترنال بتساوي اي في ار الصغير؟ طب في انترنال ب 2 سوري بتساوي اي، هو مدياني كتر خيره ب 2 في ار الصغير، 2 في كام يدي 2؟ يبقى ار الصغيره بكام؟ واحد. يبقى الانترنال ريزيستنس ب 1. تعالى بقى نشوف ار الكبير. طب خلاص ما سهل، اي توت ايكوال في بي على ار توت بلس ار الصغير. اي توتال ب 2، الفي بي ب 10، ار الصغيره ب 1، اقدر اجيب ار توتال ولا ما اقدرش؟ تطلع ار توتال ب 4 اوم، يبقى الاجابه سهله. مستر في طريقه ثانيه؟ اه طبعا في طريقه ثانيه. يعني مستر هو مش في اكسترنال ديت بتقرا اللي بتوزع بره؟ يعني الفي اكسترنال دي كلها رايحه فين؟ هنا. يبقى هنا 8 فولت، 8 على 2 ب 4 صح. كل الطرق تؤدي الى نفس الايه؟ الاجابه.
نروح للسؤال اللي بعده. In the opposite figure, the equivalent resistance of the resistor is كام ohm؟ عايز R total. طب ماشي، الكهرباء هتخرج كده، هتيجي هنا تتقسم كده وكده. طيب تعالى نشتغل بوينتنج اسهل. ادي واحد اتنين تلاتة تلاتة. مستر اشمعنى اديت دي اتنين ودي تلاتة؟ عشان دوت اقرب نقطة للنيجاتيف. خلاص يبقى ادي واحد اتنين يا شباب تلاتة. الاربعين بين واحد وتلاتة. التلاتة بين اتنين وتلاتة، والستة بين اتنين وتلاتة، الستة برمي مع تلاتة اتنين، التمانية بين واحد واتنين. يعني كده الشكل اللي قدامي عبارة عن عشرة بارلل مع أربعين، يعني ربعمية على خمسين، الصفر وستين مع صفر، أربعين على خمسة فيها التمانية. على الكالكليتر أربعين في عشرة على أربعين بلس عشرة. نروح للسؤال اللي بعده. In the opposite figure the current passing through the conductor is equal to. عايز الكرنت اللي معدي في كوندكتور. ماشي المفروض واي زد، يعني عايز الكرنت هنا. تعالى نجيب الكرنت هنا وهنا، مش فارقه، مش جاي كده 3 امبير يا شباب. الريزيستنس في البرانش الاحمر قد الريزيستنس في البرانش الازرق مرتين، يبقى الكرنت في الازرق قد الاحمر كام مرتين. فهو لو عايز الكرنت في الازرق هيبقى 2 امبير، لو عايز الكرنت في الاحمر هيبقى 1 امبير، بس هو عايزه في الازرق. يبقى الاجابه ايه؟ نروح للسؤال اللي بعده. In the circuit shown in the figure the value of the resistance R is كام ohm؟ عايز ال value بتاعت ال R. طيب ركز معايا، بالله عليك مش 2 R ده خلاها 2 امبير؟ يبقى ال R هيخش لها كام؟ 4 امبير. طب ده ليه؟ عشان ال resistance هنا قد هنا مرتين، يبقى ال current فوق قد تحت مرتين، يبقى جاي من بره كام؟ 6 امبير. دي 1 على 3 R تقريبا صح؟ واحد على ثلاثة. طيب جاي من بره كام؟ 6 امبير. طب مش انا معايا في بي ومعايا اي توتال؟ اقدر اجيب ار توتال ولا ما اقدرش؟ ار توتال هتساوي 12 على 6 اللي هي 2. طب مش ده عباره عن 2 ار بارلل مع ار زائد 1 على 3 ار؟ يعني ار توتال بتساوي ايه اصلا؟ اللي هي 2 ديت بتساوي 2 ار في ار على 2 ار بلس ار اللي هم دولت اللي بالازرق دولت بلس 1 على 3 ايه؟ 2 ار بارلل مع ار 2 ار على 3. يعني دي كده بتساوي 2 ار على 3. 2 ار على 3 بلس 1 على 3 ار هتديك ايه؟ ار. يعني اوريدي ار توتال اصلا بتساوي ايه؟ ار. طب مش انت جبت ار توتال ب 2؟ يبقى الار هي كمان بكام؟ ب 2 ار. يبقى خلي بالك هو هنا مش طالب ار توتال، هو طالب ار، بس لاجل الصدفه طلعت ار توتال هي ايه؟ ار. نروح للسؤال. Figure the difference in reading of the voltmeter before and after closing the key. هسأل نفسي الأول سؤال، هو الفولتميتر ده محطوط على إيه؟ محطوط على بطارية. طب هل هي بطارية واحدة في السيركت ولا بطاريتين؟ لا ده في بطاريتين. طب الفولتميتر محطوط على البطارية القوية ولا البطارية الضعيفة؟ والله ده 6 فولت الكهرباء ماشية كده، ودي 4 فولت الكهرباء ماشية كده. يبقى كده مين اللي هيمشي كلامه على التاني؟ الستة فولت هي اللي هتمشي كلامها على الأربعة. يبقى كده الكهرباء داخلة للبطارية اللي هي 4 فولت. يعني كده البطارية اللي هي 4 فولت دي هسميها ايه؟ هسميها بطارية جين. يعني قراية الفولتميتر دي المفروض تبقى في بي بلس اي ار الصغيرة، مش ماينس. بلس ايه؟ بلس اي ار الصغيرة. يبقى كده قراية الفولتميتر بتساوي الفي بي اللي هي باربعة زائد الكرنت اللي انا معرفوش في مين، في الار الصغيرة اللي هي 0.2. الفكرة كلها ان هو عايزني احسب المسألة مرة والمفتاح مفتوح ومرة والمفتاح مقفول. طبعا لو المفتاح بتاعي كان مقفول بالمنظر ده فالكهرباء هتعدي كده 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 كده، خلاص هتطير مين؟ هتطير ال 7.5 دي ولا كأنها موجودة عشان تبقى سلكة شفاطة. فحضرتك لما تيجي تحسب الكرنت هيبقى عبارة عن فرق ال في بي الكبير ماينس الصغير 6 ناقص 4 على الار توتال. خلاص ما بقاش عندي غير ارات صغيرة، يعني 0.2 زائد كام؟ زائد 0.2. تعالى بقى نحسب الحسبة دي كده، 6 ماينس 4 على 0.2 زائد 0.2 هيدي لك 5 امبير. يبقى كده الكرنت هنا بكام؟ ب 5 امبير. يبقى 4 بلس 5 في 0.2 يعني 4 بلس 1 تدي لك 1، فتدي لك 1 بلس 4 اللي هي كام؟ 5 فولت. تمام؟ مين ال 5 فولت دي؟ والله ال 5 فولت يا شباب هو قراية الفولتميتر والمفتاح ماله؟
والمفتاح بتاعي مقفول. طب تعالى نحل المسألة تاني، لو المفتاح بتاعك كان مفتوح بالمنظر ده، والله لو المفتاح مفتوح الكهرباء كانت هتمشي كده 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 وتعدي على الريزيستنس عادي جدا، ساعتها الريزيستنس ما كانتش هتطير، الريزيستنس كانت هتبقى معايا. فالفرق الوحيد ان انا وانا بحسب الكرنت هيبقى 6 ناقص 4 والار توتال بقت 7.5 زائد 0.2 زائد 0.2. تعالى بقى نحسب الكرنت في هذه الحاله ونشوف هيطلع بكام معايا. طلع معايا رقم ديسمال معفن كده 0.253 تقريبا، قول 0.25 امبير. يبقى ده كده الكرنت بتاعي لما المفتاح يبقى مفتوح. طب تعالى برضو نحسب قرايه الفولتميتر، V equal 4 زائد الكرنت اللي هو 0.25 في الار الصغيرة اللي هي 0.2. يبقى كده 4 زائد 0.2 في 0.25 هتدي لك 4.05 فولت. حلو الكلام. يبقى انت كده عرفت ان قراية الفولتمتر في الحالة التانية 4.05 فولت. تمام كده. طيب هو كان عايز مين بقى؟ هو كان عايز الديفرنس بتوين ذا تو ريدنج، يعني هعمل فولتميتر 1 ماينس فولتميتر 2 او الحاله الاولى ماينس الحاله الثانيه، يعني كده 5 ناقص 4.05. احسبها على الكالكوليتر عندك اهو، 5 ماينس 4.05 هتدي لك بالظبط كام؟ هتدي لك بالظبط 0.95 فولت. يعني الاجابه الصح بتاعتي لتر كام؟ لتر بي. معلش هي دي كده معموله غلط. الإجابة الصح لتر كام يا شباب؟ الإجابة الصح هي لتر بي. يبقى تاني سريعا كده احنا عملنا ايه؟ أولا أنا حسبت الكرنت مرتين، مرة والمفتاح مفتوح ومرة والمفتاح مقفول، وبعد كده حسبت قراية الفولتميتر مرة والمفتاح مقفول ومرة والمفتاح مفتوح. بس خلي بالي إن الفولتميتر في بي بلس أي آر الصغيرة مش ماينس أي آر الصغيرة. مرة طلعت بخمسة ومرة طلعت بفور بوينت زيرو فايف، فبالتالي لما اعمل لهم ماينس عشان هو كان عايز مين؟ هو كان عايز the difference in reading، فده ماينس ده يدينا 0.95. نخلي بالك اللي بعده بيقول لك ايه، 2 light bulbs the capacity of the first is greater than the capacity of the second. They are connected in series with the battery. يعني عندي لمبتين متوصلين سيريس مع البتري. So the lightning of the first is a the lightning of the second. هو دي مش كاباسيتي، لو كاباسيتي هنا معناها بكلمه الموليكيولز معناها ريزيستنس. يعني معنى صعب يقول لك ذا ريزيستنس كاباسيتي، هي تعتبرها ممكن تعتبرها هي ايه؟ ريزيستنس. والكاباسيتي دي كمان هي ايه؟ ريزيستنس. فطب طالما ريزيستنس الاولاني اكبر من ريزيستنس الثاني وهما متوصلين سيريس، يعني الكرنت ثابت، يبقى باور الاولاني اعلى من باور الثاني، لان الباور في حاله السيريس بيساوي اي سكوير ار. فسنس ان هما سيريس يعني الكرنت اللي عدى هنا في الاولى هو اللي عدى في الثانيه، يبقى الباور والريزيستنس ايه؟ دايركت. فبالتالي اللي عنده ريزيستنس كبير عنده باور كبير، يبقى مور ذان. نروح للسؤال اللي بعده. الراجل كتر خيره مدي حضرتك ان ار الصغيره بكام؟ بزيرو. ده معناه ان البطاريه هتوزع مجهودها كله ايه؟ بره. فبالتالي 12 فولت مش هي هتيجي هنا تتقسم كده وكده؟ البرانش دوت هياخد 12 فولت كله، والبرانش التاني اللي بالاحمر اللي تحت ده كله برضه هياخد كام؟ 12 فولت. طب بالله عليك مش البرانش ده ما فيهوش غير ار واحده؟ فال 12 فولت الفولتميتر ده هياخد 12 فولت كله. لكن البرانش ده فيه كام ار؟ ار و2 ار، وار يعني فيه كام ار؟ 4 ار. يبقى الار الواحده هتاخد كام من 12؟ 3 فولت. يبقى ده هياخد 3 فولت، ودي له 2 ار فهياخدوا 6 فولت، ودي هتاخد 3. هو الراجل عايز ايه؟ عايز في 1 لفي 2، يعني 12 على 3 اللي هي 4. نروح للسؤال اللي بعده، ممكن نحله على نفس كده مش لازم نمسح. كهرباء هتمشي كده وعايز الاميتر تمشي كده 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 كده. ايه ده مستر؟ هي مش عادي هنا عشان دي سلك ايه؟ فاضيه. فالاي هتساوي 6 على 3 اللي هي 2 امبير. خلصت. نروح للسؤال اللي بعده. In the circuit shown in the figure, the reading of ammeter is عايز قراية الأميتر. طيب واضح جدا إن أنا عندي كهرباء تمشي كده 4، بعد كده تيجي تقسم 3 بارلل مع 3 بارلل مع 3. يعني من آخر 3 بارلل مع 3 بارلل مع 3 بكام؟ 1. يعني I total هتساوي 15 على 5 بلس 0. مستر جبت ال 5 دي منين؟ ما 3 بارلل مع 3 بارلل مع 3 ب 1 زائد 4 دي 5. يبقى 15 على 5 بلس R الصغيرة ب 0. 15 على 5 ب 3 إيه؟ أمبير. 3 امبير جايين كده هيفضلوا ماشيين عادي، هيجوا هنا ايه اللي يحصل لهم؟ يتقسموا.
مش دي 3 ودي 3 ودي 3، يبقى يخش هنا 1 امبير 1 امبير 1 ايه. فبالتالي الاميتر ده هيقرا كام؟ 1 امبير. نروح للسؤال اللي بعده. A light bulb written on it 4 فولت و2.5 اي وات. طب اقدر اجيب كده مقاومه اللمبه؟ امال الباور من قبل ما اكمل بيساوي في سكوير على ار، يعني 2.5 بتساوي 4 سكوير على ار. ده مبدئيا يعني. We want to light from a battery with electromotive force 9 فولت in order to protect the lamp from damage. An external resistance R has been added to the circuit as in the adjusted figure. The value of resistance R is. طيب هي اللمبة دي عايز تاخد كام؟ 4 فولت. فبالتالي عشان تشتغل لو خدت اكتر تتحرق، لو خدت اقل ما تشتغلش. طب طالما دي خدت 4 فولت يبقى لازم ادي دي كام؟ 5 فولت. طب ساعتها فاكس اشتغل بده عشان ده هيطول اكتر، خليني اشتغل بالتاني. باور ايكوال في او اي في في. الباور بكام؟ ب2.5. الاي مش معايا، الفي ب 4. اقدر اجيب الاي؟ اديني 2.5 على 4. تعالى كده نحسبها بالكالكوليتر. ثانية واحدة. ماشي كمل. 2.5 على 4 ب 0.625 امبير. طب مش انا عايز الفولتج هنا لازم يبقى بخمسة، يبقى عشان اجيب الار ديت هستخدم الفولتج ابو 5 على 0.625، يبقى 5 ديفايدد انسر هيديني الار بكام؟ ب 8 اهو. يبقى عشان احافظ على اللمبه تاني، يعني تاني كده انا فكرت ازاي؟ هو قال لك البطاريه بتسعه وانا عايز اللمبه تاخد كام؟ 4. يبقى لازم الريزيستنس اللي جايبها تاخد كام؟ الفولتج 5. معايا الباور والفولتج بتاع اللمبه، فجريت جبت الكرنت اللي عدى في اللمبه. سنس ان هم سيريس فانا الكرنت اللي عدى هنا ولا عدى هنا، فعملت 5 على الكرنت اللي عدى هنا، اداني قيمه المقاومه اللي لازم اكون انا ايه؟ انا لفيت من الناحيه التانيه بمعنى اصح. In the opposite figure the ratio between V1 ل V2 is. طب بالله عليك مش كهربا تمشي كده كده كده، تيجي نتقسم كده وكده، يعني الكهربا اللي هتعدي في الار دي هي اللي هتعدي في الاثنين ار، فبالتالي نفس الكرنت بس الريزيستنس دي قد دي مرتين، يبقى فولتج واحد قد فولتج اثنين كام مره؟ مره دي، يبقى 2 to 1. خلصت. اللي بعده. What is the equivalent resistance of a set of resistor connected between two points A and B؟ يعني الكهربا توصلها between A and B. طيب طبعا واضح جدا ان انا عندي سلكه ايه؟ فاضيه وسلكه فاضيه، فهشتغل 8 بوينت. فدي هتاخد 1 2 3 سلكه فاضيه 3 سلكه فاضيه 3، وابتدي اعمل رسمتي الجميله. ادي 1 2 3 ال 17 بين 1 و2، ال 20 ما بين 1 و3، التسعة بين 2 و3، التسعة بين 2 و3، التسعة بين 2 و3. كده انا حطيت 1 2 3 4 5 ريزيستور وهم فعلا 5 ريزيستور. طيب 9 بارلل مع 9 بارلل مع 9 ب 3 اوم. 3 بلس 17 20. ال 20 ديت بارلل مع 20 اللي تحت، يبقى ار توتال بكام؟ ب 200. نروح للسؤال اللي بعده. ماشي هما ثلاث اسئله في رسم واحده، تعالى نفكر فيهم سوا. In the shown circuit the intensity of current is the lowest. هو عايز اقل current، يعني اعلى ايه؟ ريزيستنس. طب هو اعلى ريزيستنس يا جماعه، وانا عندي كام؟ 1 2 3 4 5. اعلى ريزيستنس انا المفروض هحاول اوصل لها اصلا في الطبيعي 5 ار. فبالتالي احسن حاجه ان الكهرباء تمشي ازاي؟ كده 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 كده. دول كده هتبقى كام؟ 4. او تعالى اقول لك طريقه احسن بس تطول شويه بس نفهم منها الفكره. تعالى جرب افتح اقفل مفتاح مفتاح. لو قفلت مفتاح واحد يبقى الكهرباء تمشي زي اللون الاحمر ده، يبقى ساعه مفتاح واحد 4 ار. طيب لو قفلت مفتاح 2 الكهرباء تمشي ازاي؟ هتعدي على 2 ار بس. لو قفلت مفتاح 3 الكهرباء تمشي ازاي؟ هتعدي على
قفلت مفتاح اربعه، الكره دي مش كده، مش هتعدي على ورق. خلاص نقدر نحل السؤال، نرجع تاني بس لطبيعتنا. بيقول لك ايه؟ عايز اقل كارنت يعني اعلى ريزيستنس يعني مفتاح واحد. ماشيين بقى، بيقول لك ايه؟ The intensity of the current is largest when، طبعا عايز اعلى intensity يعني اقل ريزيستنس اللي هي كام؟ 4. وبالمناسبه الكتاب عندكم انتم ما ينزل هيبقى متزود هنا all. All of the above. ان دي غلطه بس في البي دي اف. طيب هو بيقول لك مفيش كهرباء هتعدي لو ايه؟ دي هتبقى اوبند برضه. مفيش كهرباء هتعدي في حاله ايه؟ ان كل المفاتيح ايه؟ مفتوحه. لو كل المفاتيح ايه؟ مفتوحه ساعتها ولا كهرباء تعدي. برضه بنبص على الرسمه كلها تويتر. لو ولا مفتاح بالظبط. ليه امتى مفيش كهرباء تعدي لو كل المفاتيح ايه؟ مفتوحه، يبقى هتلاقي عندك هنا اول اوف ذا ابف. تعالى تاني كده سريعا، امتى يبقى الكرنت لوست؟ لما يبقى اعلى ريزيستنس اللي هي في مفتاح واحد بس. امتى الكرنت قليل؟ لما في مفتاح اربعه بس. امتى مفيش كهرباء اصلا تعدي في السيركت؟ لو كل المفاتيح ايه؟ مفتوحه. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ In the opposite circuit if the reading of the voltmeter is 30 فولت، يعني الفولتميتر ده قرا كام؟ 30 فولت. طب يا عم الحاج لما المفتاح كان مفتوح ولا مقفول؟ When the switch is open. What is the reading when the switch is closed؟ هو المفتاح مفتوح، الكهرباء تمشي ازاي؟ كده 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 كده. طيب بالله عليك مش كده الستة والتلاتة سيريس؟ التلاتة خدت 30 فولت، يبقى الستة كده تاخد كام؟ 60 فولت. يبقى أنا كده قدرت أقول إن البطارية بتاعتي بـ 90 إيه؟ فولت، عشان الأر الصغيرة كده كده بكام؟ بزيرو. طيب، يعني كده عرفت، قدرت أجيب من النونز الأولاني أو الجيفن الأولاني إن البطارية بكام؟ بـ 90. طب لما أقفل المفتاح الكهرباء تمشي كده كده كده، تيجي هنا تتقسم كده وكده، 6 بارلل مع 6 3. يعني الرسمة أكنها يا شباب عاملة كده. متخيلين الوضع؟ 3 3 وفي فولتميتر هنا، والبطاريه كده كده انا جبتها ب 90 فولت، والبطاريه ما بتتغيرش سواء مفتوحه او مقفوله. طب طالما 90 فولت وعندي 3 و3 يبقى دي هتاخد كام؟ دي هتاخد 45 ودي 45، يبقى التالي الفولتميتر هيقرا كام؟ 45 فولت. نروح للسؤال اللي بعده. In the shown circle when you open when you're open when you're closed reading. عايز يعرف قراية الاميتر لما المفتاح مقفول ومرة والمفتاح مفتوح مرة والفولتميتر نفس الايه؟ الكلام. طب هو المفتاح مفتوح، الكهرباء دي مش ازاي؟ كده 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 كده. فالكرنت هيقرا 2 على 8 اللي هي 1 على 4. والفولتميتر هيقرا 1 على 4 في 6 اللي هي 1.5. حد عنده مشكلة؟ اي في بي على ار بلس ار وهم سيريس، يبقى 2 على 8 6 بلس 2 اللي هي جنبها، فبالتالي دي الاميتر والفولتميتر ده حوالين ريزيستنس، فبالتالي هيقرا ايه؟ اي في ار اللي حواليها، فربع في 6 1.5، يبقى 1.5 وربع. كده كده الاجابه سي من قبل ما نكمل يعني. طيب لما الكي كلوزد كده الكهرباء دي مش هتمشي كده كده كده، تيجي هنا تقسم طريقين، يبقى 6 بارلل مع 6، يعني اي توتال هتساوي 2 على 3 بلس 2، يعني 2 على كام؟ 5. للاسف الناس بتفتكر ان دي اي الاميتر، لا طبعا، ما هو ال 2 على 5 دي شويه تيجي هنا ايه اللي يحصل لها؟ تتقسم، مش تتقسم ده 6 وده 6، يعني هتقسم قد بعض، يبقى هعمل 2 على 5 ملتبلاي هاف او ديفايد 2، يعني هتديني 1 على 5 اللي هي 0.2 امبير، يبقى الاميتر هيقرا 0.2 ايه؟ امبير. والفولتميتر هيقرا اي في ار اللي حواليها، يبقى الفولتميتر هيقرا 0.2 في الار اللي حواليها كام؟ 6 اللي هي 1.2 فولت. وبكده تكون الاجابه سي. نروح للسؤال اللي بعده. يقول لك ايه؟ In the opposite circuit when the switch is closed the lamp x and y lightning are respectively r. طب سؤال، هو المفتاح مفتوح الكهرباء تمشي ازاي؟ كده كده كده، هتيجي هنا تتقسم كده وكده وتتجمع هنا، صح ولا غلط؟ ف
فبالتالي لمبه اكس كده بارلل مع لمبه اي واي، فبالتالي لمبه اكس هتاخد في بي ولمبه واي هتاخد في بي، لان دول بارلل، فالفولتج هنا قد هنا وما بيتقسمش في البارلل. طيب حلو كده. طيب لما اقفل المفتاح الكهرباء اصلا هتمشي ازاي؟ تمشي كده 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 كده، هتنفض لكل الايه؟ لان عندها طريق فاضي تمشي بيه، فبالتالي يبقى فانش فانش. الاثنين هيحصل لهم ايه؟ فانش. نروح للسؤال اللي بعده. In the circuit shown the value of x equal. طيب مش انا معايا هنا معلومتين اي وار، هاجي اجيب في هتطلع 0.3 فولت. طب مش الفولتج هنا هو الفولتج هنا، يبقى هنا كمان 0.3 ايه؟ فولت. طب ركز معايا، البطاريه كلها بواحد ونص، الحته دي خدت 0.3 فولت، يبقى دي هتاخد كام؟ 1.2 فولت. فلو عايز اجيب اي توتال هتساوي 1.2 ديفايدد 8، تساوي كام؟ 1.2 ديفايدد ايه؟ 8. يبقى 1.2 ديفايدد 8 هيديك 0.15. يبقى جاي من هنا كارنت 0.15 امبير يا شباب، دخل هنا 0.03 هيدخل تحت كام؟ 0.15 ماينس 0.03 هيديك كام؟ 0.12 امبير. طب عايز اجيب الاكس، مش معايا في واي اقدر اجيب اي، يبقى اكس هتساوي 0.3 على 0.12 اللي هي 2.5. نروح لسؤال 230 سوري. بيقول لك هير دراير كونسيست اوف ا فان اند هيتر سو ذات ذا فان وركس ويز اند ويزاوت ذا هيتر. يعني عندي منشف شعر بيشتغل جواه في مروحه تبريد من الاخر وتسخين. سو ذات ذا فان وركس ويز اند ويزاوت ذا هيتر، يعني المروحه بتاعته بتشتغل والهيتر شغال او مش ايه؟ شغال. بس ذا هيتر شود نوت ورك ويزاوت ذا فان. يعني المروحه ممكن تشتغل بالهيتر او من غير الهيتر، لكن الهيتر ما يقدرش يشتغل من غير الايه؟ المروحه. Which of the corresponding circuit؟ تعال نشوف. هو هنا لو المروحه شغاله ماشي، هنا اوكي، هنا لو قفلت المفتاح دوت المروحه دي بس اللي هتشتغل والهيتر مش هيشتغل. طب لو قفلت المفتاح ده الهيتر بس اللي هيشتغل والمروحه مش هتشتغل، يبقى دي ما تنفعش لان الاثنين متحكمين في بعض. لكن طب بص المفتاح هنا فين؟ بره. فالمفتاح مقفول الاثنين هيشتغلوا، المفتاح مفتوح الاثنين هيشتغلوا، فدي كمان ايه؟ مستبعده. طب تعالى نشوف دي، لو فتحت دوت ولا ده ولا ده هيشتغل، لو قفلت ده في الحاله ديت الهيتر هيشتغل والمروحه ايه؟ لا، الهيتر شود نوت ورك وزاوت ذا فان، لازم لو الهيتر اشتغل المروحه ايه؟ تشتغل. طب لكن المروحه ممكن تشتغل من غير الايه؟ الهيتر. هو ده. طب بص كده معايا، كده كده هقفل ده حلو. طيب لو ده مفتوح المروحه ايه؟ هتشتغل. طب لو ده مقفول الهيتر هيشتغل والمروحه ايه؟ هتشتغل. فيبقى كده في كل الحالات الفان هتشتغل والهيتر ايه؟ هيشتغل. نروح للسؤال اللي بعده. سؤال ده من 231 بيقول ايه؟ In the circuit shown in the figure what happened to the reading of the devices when key is pressed. احنا اتفقنا اتفاق مع بعض ان اي سؤال هيقول لك الكي يتقفل او يتفتح لازم اشتغل بيفور ايه؟ افتر. تعالى نشتغل بالمفتاح مفتوح، والمفتاح مفتوح الكهرباء تمشي ازاي؟ كده 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 كده. يعني الاي هتساوي 12 على ار توتال كلهم سيريز 5 و6 11 بلس ار الصغيره بواحد 12، 12 12 1 امبير. يعني الاميتر ده ما هو هيقرا اي ايه؟ توتال. يعني الاميتر هيساوي 1 امبير والفولتميتر هيساوي 1 في 5 اللي هي 5 فولت. يبقى ده كده بالمفتاح ايه يا شباب؟ مفتوح. طب لما المفتاح بقى يتقفل، يقفل معايا المفتاح، الكهرباء تمشي زي كده 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 كده، تيجي هنا تتقسم طريقين يبقى 6 بارلل مع 3، واكيد خدت بالك ان الاميتر دلوقتي محطوط في حته بارلل يعني مش هيقرا اي توتال، فبالتالي هشتغل كده 12 على 1 6 بارلل مع 3 2 6 بارلل مع 3 2. طيب 2 زائد الخمسة اللي هنا يعني 7.
يعني اي توتال هتساوي 12 على 8 اللي هي 1.5 ايه امبير. طب مستر يبقى كده انا ميت هي 1.5. لا طبعا نروح في داهيه، ال 1.5 امبير جايين كده. الفولتميتر هيقرا كام عشان نخلص؟ 1.5 في 5. 1.5 في كام؟ في 5، يعني هيقرا 7.5 ايه فولت. طب الفولتميتر ده كان بيقرا 5.5، بقى بيقرا 7.5 فولت، يبقى كده ايه اللي حصل له؟ زاد، يبقى كده فولتميتر 2 انكريز. طب الكرنت جاي كده 1.5، مش الستة قد التلاتة مرتين؟ يبقى الكرنت في التلاتة هيبقى قد الستة مرتين، يبقى هنا 1 امبير وهنا 0.5 امبير. يبقى الاميتر بيقرا كام؟ 0.5 امبير. طب هو كان بيقرا كام؟ 1 امبير. يبقى الاميتر قل، يبقى بالتالي كده كده الاجابة ايه؟ بي. بس تعالى عموما نفكر في V1. مش V1 ده حوالين باتري؟ يعني قانونه ايه؟ تعالى كده نكتب قانون هنا، VB-IR2. طب ال VB بكام؟ 12 ماينس ال I بكام في الحالة الأولانية؟ 1 في 1، يعني هيقرا 11 فولت. دي كده كيس 1، يعني V1 اهوت هنا هيقرا 11 فولت. طب كيس 2، 12 ماينس الكرنت بكام؟ 1.5 في ايه؟ في 1، فهيقرا 10.5. يبقى كان بيقرا 11 فولت بقى بيقرا 10.5 فولت، يبقى ايه اللي حصل له؟ اكيد قل. نروح للسؤال اللي بعده، بيقول لك ايه؟ in the circuit shown in the drawing the amount of VB that makes the reading of a meter equal to. طيب ساعتها افرض ان كده I1 وكده I2 وهنا I3، مش كده I1 plus I2 equal I3، وهو عايز الاميتر ده يقرا كام؟ زيرو، يعني عايز I1 بكام؟ بزيرو، يعني ملهاش لازمه، يعني كده اكنه بيقول لك I2 هي هي I3، I2 هي هي I3. في مشاكل في الكلام دوت؟ طيب تعالى بقى نشتغل على اللوب دي. نيجاتيف 12 بلس 2 I2 بلس 4 I3 اللي هي هي I2 ايكوال 0، يعني من الاخر I2 هتساوي 2 امبير. شايف الصور؟ I2 هتساوي كام؟ 2 امبير. يبقى كده I2 بتساوي I3، الاثنين بيساوي 2 ايه؟ امبير. هشتغل على اللوب دي، نيجاتيف في بي بلس مش I1 بصفر، صفر في 3 اللي هي ملهاش لازمه يعني اصلا، بلس 4 في I3 اللي هي ب 2 امبير ايكوال 0، يعني كده في بي ايكوال 8 ايه فولت. دي الفي بي اللي تخلي الكرنت هنا بكام؟ ب 0 امبير في الاميتر. نروح يا شباب للسؤال اللي بعده، in the electrical circuit shown in the figure when the switch K is open the reading of a meter and the consumed power in resistance are on. تاني الراجل قال لك مفتاح اتفتح يبقى نشتغل when switch K is open. طب تعالى نشتغل وهو كلوز، وهو مقفول I هتساوي VB على R1 في R2 على R1 plus R2. حلو الكلام دوت؟ طب لما يتقفل هتساوي ايه؟ لا سوري، لما يتفتح هتساوي الاي ايه؟ في بي على ار 1 ايه؟ بس. طب مين اكبر؟ مش لما كانوا بارلل اكيد اصغر من اصغر واحده؟ بالتالي لما فتحت المفتاح كده بقت ريزيستنس ايه؟ زادت، فاكيد الكرنت ايه؟ قل. يبقى مبدئيا كده الريدنج اوف اميتر ايه؟ ديكريزز. طب تعالى نشوف بقى الباور كونسيومد ان ار 1. سؤال، هي ار 1 دي ريزيستنس ثابته ولا متغيره؟ ثابته. ومش ار الصغيره بزيرو؟ يعني لو المفتاح ده مقفول ده هياخد في بي وده في بي. لو المفتاح ده مفتوح ده اصلا مش هيخش له كهرباء، فده هياخد برضه الفي بي ايه كلها. طب بالله عليك، طالما قبل وبعد نفس الفولتج وكده كده الريزيستنس ايه ثابته، يبقى اكيد نفس الباور. ليه يا مستر؟ لان الباور بيساوي في سكوير على ار، فبالتالي نفس الفولتج ونفس الريزيستنس، يبقى اكيد الباور داز نوت ات تشينجز، يبقى الاجابه بي. نروح للسؤال اللي بعده، قال لك ايه؟ ان ذا اوبوزيت فيجر اف يو نو ذات ذا بوينتس بوتنشال از. تعال نشوف، فولتج دي 4 فولت ماشي، فولتج سي 6 فولت، فولتج بي 12 فولت، عايز البوتنشال اوف بوينت ايه؟ اكيد يعني. طيب مش بالله عليك، مش هنا 12 فولت وهنا 6 فولت؟ يبقى دي خارج كام؟ 6 فولت. مش هنا 12 فولت ودي 4 فولت؟ يبقى دي خارج كام؟ 8 فولت. حلو الكلام دوت؟ طب بالله عليك، اولا الكرنت دوت جاي كده،
يعني بالتالي فولتج ايه ده اكيد اكبر من كام؟ من 12. كده كده الشويسز كلها اكبر من كام؟ من 12. طيب بص معايا بقى انا هعمل ايه. الكرنت اللي هنا بيساوي 6 على 3 ار، والكرنت اللي هنا بيساوي 8 على ار. بيساوي كام؟ 8 على ايه؟ ار. طيب انا الكرنت ده جه هنا كده اتقسم كده وايه وكده، لو عايز اجيب قيمه الكرنت ده هعمل ايه؟ هو الكرنتين بلس بعض، يعني 6 على 3 ار بلس 8 على ار. دول لما تيجي تجمعهم هتعمل ايه؟ 6 على 3 بلس ايه؟ 8 يديك ايه؟ 10 على ايه؟ ار. يبقى قيمه الكرنت اللي عدى هنا 10 على ايه؟ ار. طب بالله عليك مش انا معايا اي وار هقدر اجيب ايه؟ الفولتج هنا 10 على ار في 2 ار، الار هتروح مع الار، يبقى ده خد كام؟ 20 فولت. طب بالله عليك هنا بقى 12 وده اوريدي استهلك 20، يبقى كان جاي من بره كام؟ 32 فولت. نروح للسؤال اللي بعده. طيب in the circuit shown in the figure if the two resistance are equal then resistance قد بعضيها، عايز الريدنج اوف في وفي 1. والله الفي ده بيقرا الفي اكسترنال اللي هي ليها قانونين، يا اما اي توتال في ار اكسترنال يا اما في بي ماينس اي ار، ليه اتنين. طب بالله عليك مش هو جايب لك كهرباء مش كده داخل هنا اي؟ طب طالما دي ار ودي ار يبقى داخل هنا اي وهنا اي، يبقى جاي من بره كام؟ 2 اي. يبقى في 1 هيقرا ايه؟ 2 اي في نص ار، 2 في نص 1 هيقرا اي ار، يعني في 1 هيقرا ايه؟ اي ار صباح الفل. طيب وفي ما هو بيقرا المستفاد فهيقرا 2 اي اللي هو اي توتال، وار توتال عباره عن ايه؟ نص ار ونص ار ار، يعني هيقرا 2 اي ار. يبقى بالتالي الاجابه سي. هو هنا بيلعب على فكره ايه؟ على فكرة ان حضرتك دايما حافظين ان الفولتميتر حوالين بطارية بيقرا في بي ماينس اي ار، فبالتالي بتنسوا خالص ان هو برضه بيقرا الاكسترنال اللي هي ايه؟ اي توتال في ار ايه؟ اكسترنال. في نفس الوقت تاخد بالك ان دي اي واكيد هنا ايه اي، يبقى التوتال مش اي، التوتال 2 اي. يا شباب نروح للسؤال اللي بعده. In the circuit shown in the figure the reading of ammeter and the value of resistance. طيب واضح جدا ان انا هنا هشتغل ايه؟ كرشوف. طيب تعالى نشتغل على اللوب دي. خبطت في كام؟ نيجاتيف 24 بعد كده بلس 20 اي 1 بعد كده بلس 8 في 1 ونص 12 ايكوال 0. طب نيجاتيف 24 بلس 12 نيجاتيف 12، تروح الناحيه الثانيه تبقى 12، يعني من الاخر من الايكويشن دي انا عندي قانون واحد، يعني 20 اي 1 ايكوال 12، يعني اي 1 بتساوي 0.6 اعتقد. 0.6 يساوي 0.6 امبير. طيب بعد كده عايز الفاليو اوف ريزيستنس. طب بالله عليك مش ده 0.6؟ دخل كده 0.6 ودخل كده رقم طلع 1.5، يبقى ده كام؟ 0.9. ما هو من الكيس ال اللي هي كيرشوف فيرست لو لازم اللي داخل يبقى قد اللي خارج. خرج 1.5 ودخل 0.6 يبقى 1.5 ناقص 0.6 يديني 0.9. هشتغل على اللوب دي. خبطت في كام؟ نيجاتيف 30 بعد كده بلس 0.9 ار بعد كده بلس 0.9 في 10 اللي هي 9 عشان نخلص بعد كده بلس 8 في 1.5 اللي هي 12 عشان نخلص ايكوال 0. 12 زائد 9 21، نيجاتيف 30 زائد 21 دي نيجاتيف 9 تقريبا. نيجاتيف 9، تروح الناحيه الثانيه تبقى 9، تلاقي ان الايكويشن دي صفصفت على 0.9 ار ايكوال ايه؟ 9. يبقى 9 ديفايدد 0.9 هتديني الار ايكوال 10، يبقى الريزيستنس بتاعتي كام؟ 10 اوم، يبقى الاجابه بي. فيها شك في الكلام دوت؟ نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك in the opposite circuit the value of the current in the resistance 15 ohm and the voltage of point x is equal to. طيب تعالى بالله عليك كده، الفولتج هنا 40 وهنا 30، يبقى الكهرباء مبدئيا ماشيه كده. حلو الكلام دوت؟ طيب مش دي 40 ودي 30؟ يبقى الريزيستورز دول اتسالكوا كام؟ 10 فولت، يبقى هنا 10 فولت 10 فولت عشان بارلل 10 فولت. هو كان عايز الكارنت في ال 15 يبقى 10 على
15 اللي هي 2 على 3، يبقى الكرنت اصلا 2 على 3. طيب بالله عليك، مش كده الكرنت هنا 2 على 3 والكرنت هنا سوري 1 والكرنت هنا 1 على 3، يبقى هيطلع بره كام؟ 2 امبير. هيطلع بره كام؟ 2 امبير. 20 بارلل مع 20 ممكن اشيلهم واحط واحده بكام؟ مع 10. طب بالله عليك جاي كده 2 امبير، 2 في 10 يبقى دول استهلكوا كام؟ 20 فولت. طب كان معايا هنا 30 فولت، دول استهلكوا 20، يبقى لي هنا كام؟ 10 فولت. يبقى الاجابه هنا هتكون سي. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ 3 identical amps connected together as in figure if the switch S is closed. طب في الحالات اللي زي دي زي ما قلت هنشتغل ايه؟ before وافتر. سؤال، هو المفتاح مفتوح، الكهرباء هتمشي ازاي؟ هتعدي على التلاتة، يبقى دي هتاخد تلت في بي، تلت في بي، تلت في بي. لو المفتاح يبقى مفتوح، لما المفتاح يتقفل الكهرباء هتمشي كده 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 كده. هي في الحالة الأولانية كانت مشيت ازاي؟ كده 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 بالمناسبة يعني. طيب كده هتعدي على كام لمبة؟ لمبتين بس، يبقى دي هتاخد نص في بي ودي نص في بي ودي أصلا مش هتقفل، مش نور. يبقى لمبة A و B زادوا لكن لمبة C اتقفلت، يبقى هتشوف اللي بتقول A و B زادوا اهي. لا هي دي الصح. نروح للسؤال اللي بعده. In the opposite figure if the lamps are the same and connected as in figure if one of the lamps burn out, what happens to the lighting of rest of lamps if the internal resistance is negligible ولو internal resistance مش negligible؟ طيب هو قال لك تعالوا نشغل الوريه الصغيره بصفر، لو لمبه اتحرقت الباقي هيفضل زي ما هو، مش كده كده دوت ار الصغيره دي بزيرو، يعني ده ياخد في بي وده في بي وده في بي وده في بي. لو لمبه اتحرقت بقيه اللمبات هتفضل ايه؟ زي ما هي، نفس الفولتج ونفس الايه؟ الريزستنس. يبقى لو ار الصغيره بزيرو هتفضل ريمين زي كونستنت. طيب لو ار الصغيره بقى مش بزيرو، دي اللي خبيثه قوي، معنى كده ان اللي هيتوزع هنا مش في بي، تعالى بقى نمسح كده كنا قلنا دي، لو ار الصغيره بقى مش بزيرو معناها اللي هيتوزع هنا مش في بي، هيتوزع في ايه؟ اكسترنال، اللي فيه ضايع جوه، فهتبقى هنا في اكسترنال في اكسترنال في اكسترنال في اكسترنال. طب لما تتحرق، يعني دي اتحرقت برضه، دول هياخدوا ايه؟ في اكسترنال. بس السؤال هنا، هو في اكسترنال ثابته ولا متغيره؟ لا طبعا متغير. مش في اكسترنال بتساوي في بي ماينس اي ار الصغيره؟ في بي والله ثابته، ار الصغيره برضو ثابته، يبقى انا الكرنت هو اللي مش ايه؟ مش ثابت. هو مش دول ايدنتيكال لابس؟ يعني لما كانوا كده كانت الريزيستنس ار على 4، لما لمبه اتحرقت بقت ار على 3، يعني كده الريزيستنس زادت ولا قلت؟ طبعا زادت، كده كده ار توتال ايه؟ زادت. طب طالما ار توتال زادت يبقى اكيد اي توتال قلت، يبقى ده قل، يبقى قيمه ده كلها قلت، يبقى قيمه ده كلها زادت، فبالتالي يبقى اللومات ديت ايه؟ انكريز. مستر ممكن اشتغل بطريقه دي غير دي؟ اه يا حبيبي، عوض ارقام عادي وتطلع معاك، يعني ممكن تفرض ان اي لمبه من دول بسته والبطاريه بسته و30 وار صغيره بصفر مره ومره ثانيه 1. نروح للسؤال اللي بعده. In the electric circuit shown in the figure if I1 equal I2 then the ratio of VBR على VB2. طب ماشي، يعني كده اكنه بيقول لي طالما I1 قد I2 يبقى اقدر اقول ان I3 بتساوي 2 I1 او 2 I2 عشان اخلص، ما هو I1 plus I2 بيساوي I3. طب تعالى نشتغل على الايكويشن. اولا في R صغير هنا بواحد هخلي دي 6، في R صغير هنا بواحد هخلي دي 3. تعالى نشتغل على اللوب دي، نيجاتيف VB2 ايكوال 6 سوري بلس مش ايكوال، نيجاتيف في بي 2 بلس 6 اي 2 بلس 3 اي 3 ايكوال 0. يعني كده الفي بي 2 بتساوي 6 اي 2 وكده كده اي 3 بتساوي 2 اي ايه 2، يبقى بلس 6 اي 2 اللي هي هتديني 12 اي 2. انا بس شلت ديت وحطيت قيمتها اللي هي 2 اي ايه 2، ف 3 في 2 6 اي 2، عشان كده طلعت في بي 2 من الاخر ب 12 اي 2. طب نروح نشتغل على اللوب الثاني، همشي كده، خبطت في نيجاتيف في بي 1 هتطلع الناحيه الثانيه عشان ننجز في بي 1،
3i1 بلس 3i3 اللي هي بتساوي 2i1، فاللي هي هنشيل 3i3 ديت ونحط مكانها 6i1، يبقى vb1 بتساوي 9i1. طب مش كده كده i1 هي i2، يبقى vb1 على vb2 9i1 على 12 بدل i2 i1 لان هما قد بعض. تصير دي مع دي يبقى 9 على 12 ديفايد 3 اب اند داون يبقى 3 على 4. هي دي على الكالكوليتر يا شباب. نروح للسؤال اللي بعد. فكرتها حلوه قوي السؤال ده. طيب ايه ماشي. In the adjacent figure an electric circuit consisting of four identical lamps scale من a battery switch and four lamps emit light which of these lamps get brighter when the switch is closed. وعايز مين في دول ينور اعلى لما المفتاح يتقفل. طيب الكهرباء هتمشي ازاي؟ تمشي كده كده، ادي واحد 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 اتنين اتنين، فبالتالي الرسمة بتاعتي اللي شبه ديت هتبقى عبارة عن واحد اتنين، بين واحد واتنين في لمبة كي، بين واحد واتنين في لمبة ام، بين واحد واتنين في لمبة ان، لمبة ال بين كام وكام؟ لمبة ال بين واحد واحد، فكده كده ايه؟ ملغي. طيب دوت لما المفتاح ايه؟ اتقفل، يعني كلهم خدوا ايه؟ في بي. طب تعالى اول بقى نشتغل، والمفتاح كان ايه؟ مفتوح، نشوف هما ايه؟ كانوا واخدين ايه؟ طب لما المفتاح يتقفل، تعالى بس نمسح، احنا كده متفقين لما المفتاح اتقفل او كلوز، الكي والام والان خدوا في بي، والال خدت صفر. ما نورتش اصلا. طب والمفتاح مفتوح، القرارة تمشي ازاي؟ كده 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 كده. دي هتاخد واحد ودي هتاخد واحد، مش ده سلكة فاضية؟ واحد. هنا دي هتاخد اتنين ودي هتاخد تلاتة ودي تلاتة. تعالى نرسم الرسمة بتاعتنا. ادي واحد اتنين تلاتة، بين واحد وتلاتة في كي، اهي لمبة كي، بين واحد واتنين في ال، بين اتنين وتلاتة في ام، بين واحد وتلاتة في ان. طب تعالى نشوف، هو في الحالة ديت الكهرباء اتقسمت لكام برانش؟ تلاتة. ادي برانش التاني التالت، فكل برانش فيهم هياخد ايه؟ في بي في بي في بي. بس هنا ده هياخد الفي بي كلها لان مفيش غيره، وده هنا هياخد الفي بي كلها لان مفيش غيره. لكن هنا الفي بي هتقسم ازاي؟ نص في بي ونص في بي. طيب يبقى بالتالي مين الوحيدة اللي زادت؟ أصلا لمبة إن هتفضل زي إيه؟ ما هي، ولمبة كي هتفضل زي ما هي، ولمبة إل هتطفي أصلا. الوحيدة اللي هتبقى برايتر لما المفتاح يتقفل هي إم، لأن هي كانت واخدة نص في بي بقت واخدة في بي. طب بالله عليكم كده بالعقل، هي كده لمبة إم الباور بتاعها زاد كام؟ البرايتنس بتاعتها زادت كام مرة؟ أربع مرات. ليه؟ لأن أنا خلي بالك قلنا الباور دايركت مع الفي سكوير. سؤال فكرته جميلة جدا الصراحة وجديدة، مش كانتش موجودة عندنا في الوقت. نروح للسؤال اللي بعده. In the adjacent figure if the voltmeter reads before switch off the switch S is 8 فولت. يعني الفولتميتر ده قرا 8 فولت، ده امتى؟ ثانية، if the voltmeter reading before switching off the switch S، قبل ما اقفل المفتاح وهو مفتوح بيقرا 8 فولت. يعني معناها ايه؟ ان الفي دي بكام؟ 8 فولت. بيقول لك المفتاح دوت لما كان مفتوح الفولتميتر ده قرا 8 فولت، معناها ان الفي دي بكام؟ 8. طيب then the drop in the battery voltage after closing the switch is الفي الى الدروب ان فولتج هيبقى بكام؟ يعني عايز الفي ايه؟ انترنال. طيب بالله عليك مش انا اقدر اجيب اي توتال؟ ما هي اي هتساوي الفي بي اللي انا جبتها ب 8 على 3 بلس 1 4 2 امبير. يبقى ال V internal هتساوي 2 في 1 اللي هو 2 فولت، لان ال V internal بتساوي I في R الصغيرة، يبقى هنا 2 فولت. سؤال أهبل مبني بس على فكرة إن حضرتك تبقى فاهم كويس
ان الفولتميتر حوالين بطارية والمفتاح مفتوح بيقرا ال V. بيقول لك in the opposite electric circuit if the consumed power in the 2 ohm is 32 watt. طب خلي بالك من المعلومة الخطيرة، انت دلوقتي معاك الباور اللي هنا، يعني تقدر تحسب الكرنت. ازاي يا باشا هنحسب الكرنت؟ كرنت والله هنجيبه من الرول بتاع الباور، باور equal I squared R. الباور بتاعي ب 32 equal ال I squared اللي انا معرفهاش في الريزيستنس اللي هي ب 2، وادي الاتنين الناحية التانية يبقى 36 over 2 ب 16، يبقى كده 16 equal ال I squared، يبقى كده ال I لوحدها نعمل square root in both sides تدي لك square root 16 ب 4 امبير. يبقى انا كده جبت معلومة جميلة جدا اللي الكرنت بتاعي بكام؟ ب 4 امبير. طيب هو مش ال I total ده المفروض ان هو بيساوي VB على R total زائد ال R الصغيرة؟ وخلي بالك ان في هنا بطاريتين، فاسأل نفسي سؤال، هو البطاريتين دول مع بعض ولا عكس بعض؟ واحدة بتخرج الكهرباء كده وواحدة بتخرج الكهرباء كده، يبقى الاتنين عكس بعض. طب مين اللي بيمشي كلامه؟ طبعا البطارية الشديدة، البطارية القوية هتمشي كلامها وتدخل الكرنت على البطارية الغلبانة. فلما اجي اجيب قانون الاي توتال بدل ما كان في بي، لا ده هيبقى في بي الكبير ماينس في بي الصغير، 24 ناقص ايه؟ ناقص 12. والار توتال بكام عندي هنا؟ ب 2 زائد الار الصغيره اللي هي بار زائد ار، يعني 2 ار. طب والاي توتال بكام؟ الاي توتال احنا كنا لسه جايبينه ب 4. مساله خلصت كروس ملتيبليكيشن، يبقى كده 4. ممكن نعمل حاجه اسهل، نودي دي وننزل دي، تبقى 2 plus 2R equal 24 minus 12 على 4، بدلتهم بس مش أكتر. طيب 24 minus 12 على الأربعة تدينا 3، يبقى كده 2 plus 2R equal 3، ودي الاتنين الناحية التانية بالماينس، يبقى كده 2R، السؤال طار مننا، يبقى كده 2R بتساوي كام؟ يبقى كده 2R بتساوي 1، يعني الR الصغيرة بتساوي نص أوم. الإجابة لتر كام؟ إجابة لتر B. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك in the shown electric circuit if the voltmeter reading equals to zero. واحدة واحدة عشان ده كلام خطير. هو الفولتميتر ده المفروض انه بيقرا ايه؟ والله ده بيقرا ال V external، يعني بيقرا VB minus IR الصغيرة. هو بيقول لك ان قراية الفولتميتر بزيرو، يعني كده انا عايز اقول ان VB minus IR الصغيرة equal to zero، يعني كده لو وديت ال IR الصغيرة الناحية التانية فكده ال VB بقت بتساوي IR الصغيرة. ال VB عندي بعشرين، ولا بعشرة؟ بعشرة اهو، بتاعت البطارية دي بعشرة، بتساوي الكرنت اللي انا معرفوش في الريزيستنس الصغيرة اللي هي بتلاتة. يبقى كل اللعبة دي عشان اروح احسب الكرنت، عشرة على التلاتة امبير. يبقى انا كده حسبت ال I total الحمد لله. طيب الباشا كان عايز مين؟ باشا كان عايز القيمة بتاعت الريزيستنس اللي بره. طب نحسبها ازاي دي؟ بص كده، انا عشان خاطر احسب الريزيستنس دي محتاج الكرنت ومحتاج الفولتج. انا اوريدي خلاص جبت الكرنت هنا 10 over 3 امبير، ناقصني اعرف الفولتج اللي انا استفدته بقد ايه، مشكلة بالنسبة لي. طيب تعالى كده بقى بص اقولك هنعمل ايه. اقولك والله I total equal VB large ماينس ولا بلس؟ خلينا نشوف البطاريتين مع بعض، يبقى بلس في بي السمول، كده كده اصلا هما الاتنين قد بعض فمش فرق، كده كده اعملهم بلس. وهنا كده ار توتال زائد الارات الصغيرة. الاي توتال عندك بكام؟ لسه قايلينها، عشرة على التلاتة ايكوال عشرة زائد عشرة، وتحت الار توتال معرفهاش، زائد تلاتة زائد واحد، زائد تلاتة زائد واحد، يعني كده المسألة بقت عشرة على التلاتة بتساوي عشرين على R total زائد أربعة. بس خلاص الموضوع خلص، حلها بقى شيفت سولف ما تتعبش نفسك. ونا ايه نقدر نطلع بكام؟ عشرة على التلاتة عشرين على R total زائد أربعة، نطلع قيمة ال R هتطلع بالكالكليتر ب 2 أوم، يعني الإجابة لتر B. بيقولك a voltmeter of 500 ohm resistance is connected in parallel to an unknown resistance. لا واحدة واحدة عشان مش فاهم، يعني انا دلوقتي عندي unknown resistance بالمنظر ده اسمها R، connected in parallel مع voltmeter بالمنظر ده، وهو قال لي ان الفولتميتر ده ليه رخامة اسمها 500 ohm، يبقى الفولتميتر ده من جوه كده فيه resistance اسمها كام؟
فيها 500 اوم. كده كده احنا لسه هندرس الفولتميتر والاميتر ده بالتفصيل في سيشن في شابتر 2 وهنعرف ايه موضوع الرخامه ده. The ammeter of negligible internal resistance is connected in them with series. يعني انا عندي هنا كده جهاز اسمه الاميتر connected in series وما قالش ان عنده رخامه، قال لي negligible resistance with the ammeter. بعد كده بيقول لي this طبعا ايه is connected to an electric cell، يعني الكلام ده كله متوصل كده ببطاريه. The ammeter reading becomes 0.01 ampere. حلو قوي. The voltmeter reading becomes كام؟ 3 فولت. Find the value of the unknown resistance. طب حلو الكلام ده، ركز معايا كده. هو مش دلوقتي انت عارف ان دي ب 500 اوم ودي ب 3 فولت، يعني تقدر تجيب مين؟ يعني تقدر تجيب الكرنت اللي طلع فوق عند الفولتميتر. يبقى كده هتعمل ال V over ال R، يعني 3 على 500 يديك الكرنت اللي طلع فوق، هيطلع معاك 0.006 امبير. حلو قوي الكلام ده. يبقى كده الكرنت اللي نزل تحت بكام؟ خلي بالك هو الاي توتال اللي هو 0.01 جاي هنا وهيتقسم، في جزء طلع لفوق للفولتميتر وفي جزء تحت عند الريزيستنس. انا عرفت الجزء اللي فوق ب 0.06، يبقى الجزء اللي تحت بكام؟ 0.01 - 0.006، تطلع معاك 0.004 امبير. يبقى انا كده عرفت هنا الكرنت اللي مشي تحت في البرانش اللي تحت بكام، وكمان عارف الفولتج عشان هما كده كده بارلل، فهتاخد برضو نفس ال 3 فولت. يا باشا انا كده معايا معلومتين اجري اجيب المعلومه الثالثه، خلاص الموضوع بقى عبيط. ريزيستنس بتساوي في على ار، يعني 3 في على اي، يعني 3 على كام؟ يعني 3 على الكرنت اللي هو 0.004. يبقى 3 على الانسر بتاعتي تدي لك بالظبط 750 اوم، اللي هي الاجابه لتر كام بقى؟ اللي هي الاجابه لتر سي. سؤال سهل ما فيهوش مشكله، فكرته بس كلها ان هو هنا اعتبر ان الفولتميتر ده رخامه بكام؟ ب 500 اوم. فانت كده كانك مش شايف الفولتميتر ده، كانك بالظبط شايف ايه؟ كانك بالظبط شايف ريزيستنس فوق ب 750. تمام؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا الكتريك ريزستيفيتي اوف ذا واير از رو اي والفوليوم ب 3. طب ايه اللي جاب الفوليوم في القوانين؟ احنا ما خدناش فوليوم في القوانين. هقول لك يا باشا افتكر معايا من ايام ثانيه ثانوي والبريبريشن كورس لو اتفرجت عليه، الفوليوم بيساوي الاريا في اللينث. هستفيد منها في حاجه؟ يمكن، استنى عليها شويه. وكمان مديك الريزيستنس. ايوه طب انت عايز ايه يعني؟ مش فاهم. سو اتس لينث ايكوال كام؟ لو بديه كده طالما جايب سيره الريزيستيفيتي واللينث والريزيستنس، فانا هلجا للقانون ده، ريزيستنس بتساوي ريزيستيفيتي في اللينث على مين؟ على الاريا. حلو الكلام. هو بيقول لك يا سيدي ان الريزيستنس دي ب 3، يبقى كده 3 بتساوي ريزيستيفيتي زي ما هي رو اي. الفكره بقى ان انا لا معايا لينث ولا معايا اريا، بس معايا كنز، معايا مين؟ معايا الفوليوم. يعني كده 3 بتساوي الاريا في اللينث. الله، طب ما انا كده ممكن اشيل الاريا واخليها 3 على اللينث. حد زعلان من الكلام ده؟ واجي بيها واعوضها هنا اهو بالمنظر ده، يعني اشيل الاريا واكتب بدلها 3 اوفر اللينث. خلي بالك ان اوريدي في لينث سودا اللي فوق اللي هي كانت اصلا موجوده، واللينث اللي تحت ده يطلع لفوق. يبقى كده 3 بتساوي ريزيستيفيتي في لينث سكويرد عشان خاطر لينث في لينث على 3. كروس مالتيبليكيشن 3 في 3 ب 9، يبقى كده ريزيستيفيتي في لينث سكويرد بتساوي 9. ودي ريزيستيفيتي الناحيه الثانيه، يبقى كده 9 على ريزيستيفيتي بتساوي لينث سكوير. يبقى اللينث سكوير بكام ان شاء الله؟ يبقى كده لينث سكوير هتعمل سكوير روت لبوث سايدز، سكوير روت للتسعة تطلع بتلاتة، سكوير روت للريزستيفيتي تطلع بروت الرؤي، يعني الإجابة تطلع لتر سي. طيب حضرتك دلوقتي سألت سؤال وقلت لي طب أنا فاهم لغاية الحتة دي، إشمعنى قلت إن الأريا بتساوي 3 أوفر اللينث وما قلتش إن اللينث بتساوي 3 أوفر الأريا؟ هقول لك بمنتهى البساطة، هو أنا عايز أوصل لمين؟ أنا عايز أوصل لللينث، فعايز اشيل الاريا واكتب بدلها حاجه بدلاله اللينث. دي الفكره كلها مش اكتر. كملت بقيه المساله لغايه ما وصلت للفورمولا دي، ان لينث سكويرد بتساوي 9 على ريزيستيفيتي، وعملت سكوير روت للبوث سايد. انا على اخري. انا على اخري. بيقول لك ايه؟ ده في سؤال السنه اللي فاتت على طول، الدفعه اللي قبليكم دي على طول، دور تاني بيقول له ايه؟ ويتش ريدنج اوف ذوز فولتميترز از ايكوال؟ يعني مين في دول قد بعض؟ طب هو في 1 ده حوالين بطاريه بصفر، فبيقرا ايه؟ في بي. كهرباء هتمشي كده كده كده، هتيجي هنا اللي يحصل لها؟ تلاقيها هتمشي عادي كده كده كده. ده كده بيقرا اي في ار 1، وده بيقرا اي في ار 2، وده بيقرا
اي ار 1 بلس ار 2. طب هو مش الفولتميتر ده بيقرا في بي؟ الفي بي دي هتتقسم على ار 1 وعلى ار 2، يعني فولتج ار 1 زائد فولتج ار 2 يساوي مين؟ الفي بي اللي هو في كام؟ 4. يبقى طبعا الاثنين اللي بيساووا بعض هم في 1 وفي اي 4، لان الاثنين بيقروا قرايه الايه؟ الفي بي. سؤال حلو. نروح لسؤال 248 بيقول لك ايه؟ ذا شون الكتريك سيركت وي كان كونكلود ذات مين اكبر من مين. طيب برضو في 2 ده بيقرا ايه؟ المستفاد، يعني بيقرا في اكسترنال اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن فولتج ريزيستنس زائد فولتج ريوستات زائد فولتج ار الصغير. حلو الكلام ده؟ يبقى في 2 بيقرا كده. وطبعا في بي لا سوري 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 مش فولتج ار الصغير طبعا. في اكسترنال بيقرا ايه؟ فولتج ريزيستنس زائد فولتج ريوستات. اللي بيقرا التلاتة زائد بعض هو ال في بي بتقرا في ريزيستنس بلس في ريوستات بلس في ار الايه؟ الصغير. حلو الكلام ده؟ انا بس بنظم الدنيا، تعالى نشوف بعد كده. بيقول لك في بي اكبر من في 2. طب ما طبيعي صح، هو كده كده في بي اكبر حاجه في الايه؟ في السيركت. طب تعالى نكمل الباقي. في 1 اكبر من في بي مستحيل، في 2 قد في بي لا، في 2 هي بتاخد في اكسترنال فاقل من في بي. طب انت يا شباب في 2 تبقى قد في بي لو ار الصغيره كام؟ بزيرو. في 1 قد في 2 لا، في 2 بتساوي في 1 بلس فولتج الايه؟ الريوستات. يبقى كده الاجابه الوحيده اللي صح هي ايه؟ نروح للسؤال. The figure shows a part of closed electric circuit if the value of I is، عايز الفاليو بتاعت الاي. طيب مش هنا 2 امبير و6 امبير 3 امبير؟ القرارات دي ماشيه من البوزيتيف للنيجاتيف، يعني 3 امبير دول ماشيين كده كده كده. طب النود دخلها 3 ودخلها 2 يعني دخل كام؟ 5. طب خرج 6 يبقى اكيد لازم يكون هنا داخل كام؟ 1 امبير. يبقى الاي ده 1 واكس بوزيتيف واي نيجاتيف كمان، ده بوزيتيف وده برضه. سؤال حلو، عكس انك تحط الساينز بدل ما كنت بت ايه؟ هو انت تحط الساينز هو اداها لك. اخر سؤال معانا في فيديو النهارده بيقول لك ايه؟ The figures represent four aluminum wires which has least resistance، اقل resistance. طيب resistance بتساوي لينس على area او radius square. فانا هعمل assume ان لو اللينس بال والradius بار الريزيستنس هتبقى ار. عامل اسيوم ان اللينس لو بقل والريديوس بار الريزيستنس تبقى ايه؟ ار. طب هنا 1.5 ال، يعني اللينس زاد 1.5 يبقى الار زادت كام؟ 1.5 ار في الريديوس قل مرتين، ما هو كان ار قل مرتين يبقى الاريا قلت اربع مرات، يبقى الريزيستنس زادت اربع مرات، يبقى ده كده بيساوي 6 ار. طب هنا اللينس زاد اربع مرات يعني 4 ار. طيب بعد كده الريديوس زاد مرتين، اه كنت عامله ار زاد مرتين، فيبقى الاريا زادت اربع مرات، يبقى الريزيستنس قلت اربع مرات، يبقى ديفايدد 4 يعني هتفضل ار، يعني ده قيمته ار. هنا اللينس زاد ثلاث مرات فبقت 3 ار. بعد كده الريديوس زاد 3 فالاريا زادت 9 فالريزيستنس قلت 9، يبقى زادت 3 وقلت 9 يعني 3 على 9 اللي هي 1 على 3 ار. طب هنا الريديوس ثابت واللينس زاد مرتين فهتبقى 2 ار. يبقى هو كان بيسال مين اللي عندها ليست ريزيستنت؟ طبعا واير ايه؟ 4. ولو عايزهم بالترتيب 1 2 هو 1 2 3 4 اصلا. في مشاكل الكلام دوت؟ اتمنى الناس تكون ماشيه معانا اول باول، تقريبا بقول لكم الجمله دي كل فيديو، بس يا ريت فعلا الناس تكون معانا اول باول، تكون بتستفاد اكبر قدر من الاستفاده في الفيديوهات ديت. ربنا يوفقكم يا شباب باذن الله.